هما كلشي كيعرفها يعني في المحللين السياسيين كيعتبروا الظريف في كاسه ديال الخطوط الحمراء المقدسات اللي هي الملكيه والصحراء والاسلام. الان صبحت عندنا الاجهزه الامنيه واحد المقدس الرابع الذي لا يمكن انتقاده، لا يمكن يعني كتابه مقال حول ممارساته غير يعني غير قانونيه، لان كاين العديد من الانتهاكات الخطيره في مرشاه الاجهزه الامنيه. مؤخرا يعني 17 مارس من دول اللي اخترتي في البحر ديال الائتلاف المغربي الحق لا في ندوه صحفي اخرى ديال هشام المنصوري بعد اعتقال هشام المنصوري ادلى رئيس النقابه الوطنيه للصحافه يقول بان هناك اكثر من 40 صحفي محاكمون يتابعون بسبب مقالات تنتقد الاجهزه الامنيه. اذا هذه الخطوط الحمراء وهذه الطابوهات والمقدسات اصبحت تتسع وبالتالي مساحه الحريه تضيق، وهذا هو يعني الواقع اللي كنعيشوا اليوم فيما يخص حقوق الحريات، وهناك ايضا فيما يخص الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ربما.